صباح الورد والفل والياسمين والتفاؤل على كل مشاهدي قناة تان في حلقة جديدة من صباح الورد. واسمحوا لي في بداية الحلقة أقول لكل المصريين وكل الأمة الإسلامية في العالم كله كل سنة وانتم طيبين بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف. صباحك صباح الورد حسام، كل سنة وانت طيب. صباح الورد عليك، كل سنة وانت طيبة، وكل سنة وكل السادة المشاهدين بألف صحة وخير وسعادة، ويا رب تكون ذكرى المولد النبوي فعلا مناسبة أولا تخش على قلوبنا بالفرحة والبهجة، وكمان تكون فرصة كمان لمن يحب الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. يمكن احنا في المناسبات دي بنقول ايه، ولد الهدى فالكائنات ضياؤه، وفم الزمان تبسم وثناؤه، الروح والملائكة حوله للدين والدنيا بشراؤه. وده هتبقى جزء من حلقتنا النهاردة، لأن الرسول كان صلى الله عليه وسلم طبعا منهجه منهج هداية ومنهج قيادة كمان، فاحنا جزء النهاردة من حلقتنا هنتكلم فيه عن انه الرسول ازاي كان رسول التنمية البشرية، هناخدها بمفهوم تاني وبأنجل تانية خالص، ازاي الرسول كان هو مهد فكرة التنمية البشرية في المجتمع. ده جزء من حلقتنا النهارده. طبعا والرسول عليه الصلاة والسلام وزي كل الرسل بيكونوا تيتشرز او بيكونوا معلمين للإنسانية، فبالتالي كل الأحاديث النبوية الشريفة لما بنيجي نتكلم فيها، ولما الرسول عليه الصلاة والسلام قال بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، يعني في ستريس او في توضيح اكتر على مكارم الأخلاق، يعني احنا بنتكلم على فعلا تنمية بشرية، ودي فكرة مهمة جدا وزاوية فعلا مهمة زي ما حسام قال هتكون معانا النهاردة في فقرة حوارية. كمان زي كل سنة واحنا بنحتفل بالمولد النبوي الشريف، يعني لازم نسمع كده أناشيد أو لازم نسمع منشد ديني يغني لنا أغاني حلوة في حب الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. هيكون معانا محمود هلال المنشد الديني، وهتبقى فقرة جميلة روحانية وموسيقية جميلة، خاصة أن الإنشاد الديني مكانة خاصة في مصر وفي قلوب المصريين، حتى من أيام الفراعنة احنا من أول الشعوب اللي كانت دايما تجيد الإنشاد من أجل الإله، وبعد كده تطورنا أصبح عندنا مدارس كبيرة وأسماء كبيرة في عالم الإنشاد الديني، نصر الدين طبار، النقشبندي، والكحلاوي وغيرهم. إن شاء الله نستمتع بالفقرة دي إن شاء الله. لكن خلونا نروح معاكم بأخبارنا اليومية، وإن كان إحنا بعد شوية كمان في انتظار خطاب للرئيس السيسي بمناسبة المولد النبوي، هيتم تكريم فيه كمان مجموعة من المساهمين في إثراء الفكر الإسلامي. أول خبر معانا النهاردة وزي ما أنتم متعودين في جولة إخبارية كده سريعة، في إعلان مهم جدا كان من قبل وزارة الصحة أمس، أكدت أن هي أغلقت 298 منشأة طبية خاصة ما بين مستشفى ومركز طبي ومراكز الأشعة والتحاليل الطبية، وده بمخالفة للاشتراطات الصحية بمحافظات الجمهورية. في حملة استهدفت 520 منشأة طبية خاصة خلال الفترة من يناير حتى بداية شهر نوفمبر الحالي. الوزارة أكدت أن هي مستمرة في شن حملاتها المفاجئة على جميع المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من اتباعها للاشتراطات الصحية والأحكام الرقابة عليها، مؤكدة أنه هيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وده حرصا على صحة وسلامة المرضى. دكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، يكون مشرفنا دلوقتي. أهلا بك يا دكتور صباح الورد. يعني واحنا بنقرأ الخبر بس احنا عرفنا أنه في حملة كانت مستهدفة 520 منشأة، بس الغريب أنه تم إغلاق حوالي 300 منشأة من ال 500، وده رقم كبير. اولا ليه تم اغلاق هذا الرقم الكبير، وايه المنشات اللي تم اغلاقها تحديدا؟ يعني شوف يا فندم، احنا عندنا بعد صباح الخير الاول على حضرتك وعلى الاستاذ ما. اهلا بحضرتك. اهلا بحضراتكم. خليني اقول احنا عندنا حملات متتاليه من الاداره المركزيه للمؤسسات العلاجيه غير الحكوميه والتراخيص، دي المنوطه بمتابعه اي منشات طبيه خاصه على المنشآت دي علشان نتأكد من يعني ان انها مطابقه للاشتراطات وغير مخالفه، وده طبعا يعني لتقديم خدمه طبيه ذو جوده عاليه للمريض المصري. احنا عندنا المنشآت اللي تم المرور عليها ما بين مستشفى ومركز طبي ومراكز اشعه ومراكز تحاليل وخلافه، والحقيقه جاءت بعض المنشآت اللي مرينا عليها حوالي 520 منشأة طبيه من اول يناير حتى بدايه شهر نوفمبر الجاري. دكتور، هي المنشات دي اللي يعني تم بنائها في يعني في ظل الفوضى اللي شهدتها مصر في 2011، ولا من قبل كده كانت موجوده؟ شوف يا فندم، في يعني بعض المنشات كانت موجوده من قبل كده، وممكن تكون المنشاه حصلت على التراخيص اللازمه اثناء البناء او قبل فتره البناء، وبعدين يكون في عدم مطابقه للاشتراطات المطلوبه الصحيه المطلوبه للتعامل مع او تقديم الخدمه الطبيه للمواطن.
يعني سواء كان المنشأة حصلت على لم تحصل على ترخيص منذ البداية زي ما حضرتك قلتي، ويعني بنت بشكل غلط، أو الترخيص مش متضمن النشاط اللي بتقوم به المنشأة، أو سواء كان المنشأة كانت حصلت ترخيص ولكن في اختلاف في الاشتراطات الصحية أو ما بتلتزمش بما هو منصوص عليه في الترخيص، في الحالتين دي مخالفات، وهذه المخالفات يجب التعامل معاها بشكل حازم ويجب تحرير محاضر بيها، وبنعمل توصيه من وزاره الصحه وبتنزل لجنه بتنفذ التوصيه دي طبقا لما جاء فيها. فاحنا بعض زي ما قلت لحضرتك بعض المنشات اللي مرينا عليها رجعنا شهادات الجوده الخاصه بيها دي من الخدمه الطبيه، رجعنا بعض النوادي الصحيه الجيمات، رجعنا بعض مراكز العلاج الطبيعي مركز الكلى، في حاجات كتير جاءت مطابقه وفي حاجات اكثر جاءت غير مطابقه وتم التعامل معاها وتحرير مصدر بها. والحقيقه الاداره المركزيه للمؤسسات العلاجيه والتراخيص مش بس وظيفتها انها بتمر على هذه المنشات، ولكن ايضا وظيفتها ان هي بتدي تراخيص مزاوله مهنه لمنشات اخرى ولاعضاء فريق طبي، واحنا ادينا اكثر من 76,000 ترخيص مزاولة مهنة الأعضاء من الفريق الطبي، واستقبلنا أكثر من 32 خبير أجنبي في شهر الجمهورية لمناظرة وإجراء عمليات جراحية للمرضى، وده الحقيقة بيبقى بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبتبقى الخدمة دي بتقدم بالمجان. يعني إحنا مستمرين. طب يا دكتور معلش حضرتك سؤال حضرتك كمان متعلق بالحملة دي، طب هل مثلا المنشآت اللي تم سحب تراخيصها دي ممكن يعني مرة أخرى تستوفي الشروط مثلا أو تعيد التقديم حين استيفاء مثلا الـ الشروط المطلوبة خلينا نقول، أو يتم الفحص بشكل كامل أو كده؟ طبعا تقدم في بعضها بيبقى ممكن تلافي هذه المخالفات وبننزل لجنة أخرى للمعاينة بره ثانية، وإذا لقت فعلا المخالفات تم تلافيها بيتم منح التراخيص مرة أخرى. الحاجة برضو اللي عايز أقول لحضرتك عليها إن إحنا استقبلنا حوالي 425 شكوى سواء من المواطنين مباشرة أو محاولة من جهات أخرى، بيتم تحقيق هذه الشكاوى على الفور، وبيتم إحالة الأمر لإدارة العلاج الحرة الموجودة في كل مديرية على مستوى شكاوى المواطنين. يا دكتور يعني بتوصل إزاي؟ عن طريق إيه؟ والله يا فندم في بعض المواطنين بتقدم شكاوى في إدارة العلاج الحر نفسها، بتقدم شكاوى في الوزارة، في ناس بتتصل على الخط الساكن عندنا وبتقدم شكاوى، في أيضا يعني شكاوى بتيجي عن طريق حضراتكم من الإعلام بيساعد. طب ممكن نأكد على الخط الساخن، ممكن نأكد على رقم الخط الساخن دلوقتي عشان برضو المشاهدين يبقوا متابعين معانا؟ شوف يا فندم احنا عندنا أكثر من خط ساخن الحقيقة المواطنين بيتواصلوا عليه، عندنا 15505 ده خط ساخن للمواطنين بيتواصلوا عليه، عندنا 137 طارئ وزاره الصحه، احيانا المريض وهو بيتلقى اي خدمه عندنا بيشتكي ان هو يعني في موقف ما حصل معاه في مستشفى احدى المنشات الطبيه الخاصه، كل الشكاوى دي احنا بنجمعها وبنحقق فيها، وفي الاخر احنا حريصين على ان المواطن يتلقى الخدمة الطبية بشكل يليق بيه، وده هو توجه الدولة في الشكل الجديد ان شاء الله. الشكاوى دي ممكن تبقى في منشآت حكومية او خاصة يا فندم صح؟ يعني انا ممكن اروح مستشفى حكومي واقدم فيها شكوى هتتسمع برضو زيها زي الخاص؟ طبعا يا فندم، بس احنا بنتكلم على يعني فيما يخص هذا الخبر المنشآت الطبية الخاصة الشكاوى اللي بتيجي منها، لكن طبعا احنا بنحقق في الاثنين سواء كانت شهادات يعني مستشفيات منشآت طبية خاصة او منشآت طبية حكومية. طب فيما يتعلق بقى يا فندم بعمليات الفحص الشامل اللي بتتم دلوقتي وحمله 100 مليون صحه، وصلنا فين لغايه دلوقتي يا فندم؟ في خبر اكسكلوسيف حضرتك يعني محضره لنا من خلال شاشه تانو وبرنامج صباح الورد مش كده؟ بالظبط يا فندم، وده حصري لبرنامج صباح الورد، ان احنا يعني مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية بتبدأ الكشف عن طلاب الثانوية العامة إن شاء الله في مطلع ديسمبر المقبل، بالتزامن مع بداية المرحلة الثانية من المبادرة،
في ال 11 محافظه هي. في مرحله سنيه. يمكن يعني السيده الوزيره بتوجه رساله لاولياء الامور ان احنا بنتعهد بعدم تحمل اولياء الامور اي تكلفه علاج لابنائهم. والمبادره اللي بتحمل شعار 100 مليون صحه بتبدا زي ما قلنا في 1/12 يعني بعد 11 يوم من الان، تزامنا مع بدء المرحله الثانيه من المبادره الرئاسيه للكشف المبكر عن اربع امراض بتعتبر من اكثر الامراض خطوره في مصر، واللي بتهدف الدوله للكشف المبكر عنها، وده بيساهم كثيرا في سرعه العلاج منها وتحسين الحاله الصحيه لطلاب المدارس، وده طبقا لتوجيهات القياده السياسيه باعتبار هؤلاء هم بنات المستقبل. طبعا هتروحوا لهم المدارس يا فندم، ولا هم يعني هتتنظم العمليه ازاي؟ هيبقى في كل مثلا مدرسه او في كل مجموعه مدارس ليهم مثلا خلينا نقول مركز معين هيروحوا له، ولا هتتعامل العمليه ازاي؟ اطلاق الفحص الشامل لطلاب مدارس ثانويه جه اولا عقب اعتماد اول علاج مصرح به على المستوى الوطني والدولي لعلاج الالتهاب الكبدي الوبائي فيروس سي للسن اصغر من 18 عام. والقائمين على المبادره احنا بننسق مع مسؤولي وزاره التربيه والتعليم للفحص السريع لطلبه المدارس، هنستخدم اجهزه الكشف السريع، بناخد نقطه دم واحده من كل طالب وبتحلل تلك النقطه للكشف عن تواجد الاجسام المضاده للفيروس سي وايضا مرض السكر وقياس الضغط والسمنه. وزي ما قلت لحضرتك ان الكشف ده سيتم ان شاء الله داخل المدارس بالتتابع، والطلاب مش هيعطلوا عن دراستهم باي شكل من الاشكال. لن يستغرق الفحص اكثر من 10 دقائق، اولياء الامور هيطمنوا على ابنائهم دون تحمل الدوله اي مبالغ ماليه. احنا بنشكرك شكرا جزيلا دكتور خالد نجاهي المتحدث باسم وزاره الصحه، واحنا كمان من خلال برنامج ده بندعو كل اولياء الامور والطلبه كمان ان هم يستجيبوا للمبادره دي، لانها مش هتعطلك في حاجه وهتخليك تطمن على صحتك. صحيح. ومش هتدفع ولا مليم، وبالتالي انت مش خسران اي حاجه، بالعكس انت الكسبان وكل اللي حواليك كسبانين. حلاوه المولد بقى اخبارها ايه حسام معاك؟ حلاوه المولد طبعا بغض النظر ان هي طبعا كارثه من حيث عدد السعرات الحراريه وكده، وانا نفسي بنبوظ الدايت من عشاق الملبن اللي هو بعين الجمل ده. أيوة. انا ممكن اكل منه بلا نهايه يعني، لو ما حدش وقفني انا ما بوقفش. أيوة. بس خلينا نقول لكم انه وبالمناسبه كمان دار الافتاء عشان برضو الناس اللي تفتي كتير قالت انه حلاوه المولد دي جزء من السنه النبويه، فيا جماعه كلوا وانبسطوا وفرحوا وابتهجوا بالمولد النبوي. بس في حاجه صغيره بس، انه جهاز حمايه المستهلك قال انه تناول الحلوى احيانا بيبقى ضار، خاصه لما يكون في مكسبات الطعم والرائحه واللون الالوان الصناعيه يعني، وبعض الحلويات خاصه لما بتروح تجيبها مش مكان موثوق فيه او مصانع بير السلم اللي بتنتشر في الوقت ده. أيوة. بيبقى ليها اضرار صحيه شديده جدا، غير طبعا ان هي ممكن احيانا قد تسبب التسمم بسبب مكسبات الطعم والرائحه. التحذير كمان شدد على فكره عروسه المولد والحصان تحديدا، لانهم ممكن يكونوا ضارين جدا بالاطفال، لان دول بيبقى كلهم الوان وممكن يعملوا مشاكل جلديه وتلبك معوي وحساسيه او بعض الالتهابات طبعا نتيجه. انا عايز اقول لك من واحنا صغيرين كانوا دايما يعملوا حملات يعني اعلانيه بالتحذير، حتى بيورونا بتتصنع ازاي وبتتعمل ازاي عشان الناس ما تاكلهاش، لانه برضو كانت واضح ان هي بتتعمل في اماكن مش يعني مش متعقمه بشكل، طول ما هي مكان مش موثوق فيه او محل معروف او مكان بالزبط. معروف يبقى فيه احتماليه الخطر، فاحنا عايزين نبسط بس في نفس الوقت نحافظ يعني صح ونحافظ على الاطفال. طيب احنا معانا بقى دكتور محمد عبد الفتاح هو اخصائي طب الاطفال عشان نعرف بقى موضوع حلاوه المولد والحصان والعروسه وكده نعمل فيهم ايه مع الاطفال. اهلا بيك يا دكتور، صباح الخير. اهلا بيك، صباح النور. في البدايه بقى ناكل حلاوه المولد ولا ما ناكلش حلاوه المولد؟ هو كل حاجه في يعني في الدنيا بتبقى بقدر يعني، هو ما ينفعش ما تاكلش، ما ينفعش تفرط. هو كتر حلاوه المولد نفسها ليه مشاكل، هي غيابها طبعا لو هو الواحد ما اكلهاش مش هيحصل له حاجه، بس برضو يعني هو ايه، هو مظهر من مظاهر الاحتفال فالناس بتحتفل. ليه التحذير تحديدا من العروسه والحصان ان هم مضرين؟ بص، هو العروسه والحصان يعني هي ما ينفعش تتعمل كامله من السكر، لازم تتحط فيها حاجات علشان تخليها ذات قوام. انها تبقى ذات قوام ده بيحط فيها مواد صناعيه كتير، مواد صناعيه كتير دي فيها منها مشاكل كتير. يعني المجرد ان انت تاكل ماده صناعيه يعني مجهوله المصدر، ان هو ما حدش بيقول بتعمل ايه، بيتقال ان هو سكر، بس هو علشان تحافظ على قوامها لازم تحط فيها حاجات بتعمل تدي القوام ده.
المواد الصناعيه دي كترتها طبعا، او يعني هي لو اتاخدت بكميه الطفل مش متعود عليها، وغالبا يبقى الطفل ده اول مره ياكلها، بتعمل له مشاكل، ممكن تعمل له بقى تلبك معوي، ممكن في بعض الناس بيجي لهم حساسيه منهم، في بعض الناس القرايات المبالغ فيها بتعمل معاهم تفاعلات جوه الجسم تخلي الطفل يبدا يهرش ويحصل له حاجات زي الحساسيه كده. لكن السكريات نفسها اللي هي حلاوه المولد العاديه، اللي يعني لو هو وحدايه في اليوم مفيش منها مشكله، لكن لو اكتر من واحده تبدا تاني. وحدايه يعني، عشان برضو احنا في عندنا مشكله تانيه برضو، لانه في ناس كتير طبعا يعني مرضى السكر وغيره، وانت عارف كم السكريات بتبقى لا حصر لها، يعني في حلاوه بتتعمل بس من السكر فقط. ايه المقدار اللي خلينا نقول الامثل لو عايز اخد كله انبسط وفي نفس الوقت ما يبقاش في مخاطر حتى على الانسان العادي بقى، بعيد حتى لو الحلاوه الانسان نفسها العادي، كويسه؟ بالنسبه للانسان العادي مفيش مشكله، اللي هي لو زي ما قلت لك قطعه واحده، اللي هي بيبقوا معظم بتوع حلاوه المولد بيبقوا قسموها في اكياس، اللي هي هتبقى حاجه صغيره كده، قطعه ملبن مثلا، قطعه هايل هي جدا. احنا حاجه نتمنى واحده بس. نكون الناس سمعت نصايح حضرتك، وبنشكرك شكرا جزيلا يا دكتور، وده برضو تحذير للاطفال والكبار كمان. خلينا طبعا لازم احنا طبعا يا جماعه لازم نطلع لايف دلوقتي، لانه النهارده جهاز حمايه المنافسه ومنع الممارسات الاحتكاريه، ده اول مركز اقليمي دولي بيهدف للتوعيه باهميه سياسات حريه المنافسه ومنع الممارسات الاحتكاريه في دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وده بالتعاون مع منظمه الامم المتحده للتجاره والتنميه. الافتتاح بيحضره عدد من ممثلين عن اجهزه المنافسه من دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وممثلين عن المنظمه وعدد من الخبراء والمختصين بمجال المنافسه. كاميرا صباح الورد موجوده حاليا في مقر جهاز حمايه المنافسه عشان ترصد لنا افتتاح المركز، وطبعا زميلنا محمد نشأت، اهلا بيك يا محمد وصباحك صباح الورد، وصف لنا المشهد عندك. صباح الورد زميلتي مها، صباح الفل عليكي وعلى كل المشاهدين، على كل المشاهدين صباح الورد. بالفعل احنا متواجدين في جهاز حمايه المنافسه ومنع السياسات الاحتكاريه. احنا دقائق قليله جدا بتفصلنا عن افتتاح هذا المركز، هذا المركز اللي يعتبر حاجه جديده جدا، اول مره تحصل هنا في الشرق الاوسط وفي شمال افريقيا. المركز دوت هو مركز اقليمي لمنع الاحتكار ومنع السياسات الاحتكاريه. هذا المركز بيهدف للتوعيه بأهمية محاربة الاحتكار، بمحاربة السياسات الاحتكارية اللي بتؤدي لأضرار اقتصادية جامدة جدا بتضر باقتصاديات الدول العربية ودول شمال افريقيا. هذا المركز هو نتاج تعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية والتجارة، وده كان بروتوكول تم الاتفاق عليه بين المركز هنا، مركز منع السياسات الاحتكارية ومنظمة الأمم المتحدة، وتم الاتفاق على إنشاء مركز تدريبي لتدريب ممثلين الدول وتدريب الطلاب وطلاب الجامعات على ايه هو الاحتكار وهو أهمية منع السياسات الاحتكارية وهدفها والفوائد اللي بتعود عليها لما احنا نمنع السياسات الاحتكارية. هذا المركز كان هدفه تعزيز قدرات دول الأعضاء، دول الأعضاء ببرنامج الأونكاد، وده برنامج بيهدف لمنع الاحتكار وأهميته ان احنا نقدر نتعاون مع بعض الدول العربية ودول شمال افريقيا في منع السياسات الاحتكارية. ايضا هذا المركز بيهتم بنشر الوعي، بنشر الوعي بأهمية المناقشة، وان المقرر ان الجهاز هيقوم بورش عمل، ورش عمل لممثلي الشركات وممثلي الدول. فاحنا هنا ده حاجة أول مرة تحصل. وقع الاختيار على مصر كان ليه دور كبير جدا، إن احنا مصر هي أول دولة بيحصل فيها حاجة من هذا النوع. واحنا هنتابع الافتتاح، وأي حاجة هنرجع لكم في الاستوديو. عودة لك مرة أخرى في الاستوديو مدمع. احنا نشكرك شكرا جزيلا محمد نشأت، أيضا في افتتاح اليوم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وبعد شوية هنتابع مع حضراتكم كمان الاحتفالية. بنشكرك يا محمد، ونروح مع حضراتكم لفاصل، بعد الفاصل هنرجع وقليل من الإنشاد الديني كده قد يحدث كثير من صفاء الروح بعد الفاصل.